يقول فضيلة الشيخ، هذا السائل مصري مقيم بالرياض، ما حكم التلبية ومتى تبدأ ومتى ينتهي وقتها وما معناها؟ التلبية شعار المحرم، تبدأ من حين يعقد النية بالإحرام وتنتهي في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. ومعناها الإجابة، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة لما دعوتني إليه على لسان خليلك من قوله وأذن الناس بالحج. وقيل معناها الإقامة، من ألب بالمكان إذا أقام، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم.